السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال متابعين الأعزاء؟ اليوم بعلمكم إن شاء الله بالخطوات طريقة الربح من الإنترنت ومن اليوتيوب عموما. بعطيكم إن شاء الله بعض النصائح اللي تساعدكم في تحقيق أرباح إن شاء الله في اليوتيوب، ولأن اليوتيوب وسيلة جدا مؤثرة من السوشيال ميديا، وسيلة جدا مؤثرة. بإمكانك إنك توصل أفكارك بطريقة بسيطة جدا وشرح بسيط معين لمجموعة كبيرة من متصفحين السوشيال ميديا، وخاصة اليوتيوب منتشر، لأن أعتقد إن في إحصائيات اليوتيوب يمثل فرصة جدا جميلة لأن الواحد يربح بطريقة بسيطة، لكن أيضا تحتاج مجهود وتحتاج أنك تقدم محتوى جيد للمشاهدين. فكل ما أبدعت في إخراج الفيديوهات أو توصيل أفكار جدا ممتازة للمتلقيين أو المشاهدين تربح أموال أكثر. فهذا كل ما ربحت أموال من الإنترنت ونشر فيديوهاتك على قنواتكم الخاصة، كل ما كان حافز ودافع لكم أنكم تستمرون في الإبداع. ميزة اليوتيوب أيضا أنه مش لشخص معين أو لفئة معينة أو لدولة معينة. اليوتيوب برنامج تواصل اجتماعي عالمي مفيد لكل الناس، بس الواحد يحسن استخدامه. فمثلا أي واحد عنده شركة مقاولات مثلا يقدر إنه ينزل فيديوهات عن طريقة البناء، عن طريقة التشييد، وعن التصاميم، وعن يعني أشياء حرفية جدا. الواحد اللي مثلا ممكن إنه يلعب رياضة، مثلا يلعب كرة قدم أو سايكلينج أو أي شيء، يقدر يصور وينزل فيديوهات. أي واحد عنده جراج يصلح سيارات مثلا، أو صبغ سمكرة، ميكانيكا، برمجة، ممكن إنه ينزل فيديوهات تشرح طرق استخدامه أو نتائج إبداعاته في هذا المجال. ممكن أي مدرس أو مدرسة إنه يصور حلقات تعليمية وينشرها على الإنترنت، يستفيدون منها الطلاب وتزيد عدد المشاهدات. مدرسين الرياضيات، مدرسين العلوم، إنجليزي، أي لغة ثانية. ممكن جدا أيضا إن المصانع تنشر فيديوهات عن إنتاجها، خطوط الإنتاج، يعني أشياء عن سياستهم أو استراتيجيتهم في الإنتاج. هذه لمحة بسيطة عن عدة مجالات، يعني الواحد ما يتخيل. حتى في الطبخ ممكن الواحد، حتى لو وحدة مثلا تعرف تسوي كيك أو تسوي بيض أو شيء، ممكن تنشر إن هذه والله الطريقة، أنا ابتكرت هذه الطريقة في التعامل مع الفرن، مثلا التعامل في من وين أجيب المواد، مثلا كيف إني غيرت بعض الطرق في إعداد هذه الوجبة مثلا. فالمجال في الإبداع كثير جدا، في أي واحد عنده شغلة معينة محترف فيها أو متقن هذه الشغلة أو العمل، يقدر إنه ينشر فيديوهات. فلا شك إن في ناس كثير بيتابعونهم وبيبدأ في تحقيق الربح وزيادة عدد مشاهداته، والناس أيضا بيستفيدون من طريقة شرحه وطريقة توصيله للمعلومة. وممكن الواحد يبدع في المجالات عن طريق فيديو معين. اليوتيوب وحده يجذب تقريبا في إحصائية 2 مليار مشاهد شهريا. فهذه وسيلة جدا مؤثرة الواحد إنه ينشر فكرة معينة بطريقة بسيطة يوصلها
أكبر عدد من المشاهدين. ثانيا أن اليوتيوب، مستخدمي اليوتيوب عموما يميلون إلى أن يشوف الفيديو وطرق الشرح والتوضيح بطريقة مبسطة، على أساس أنه ما يقرأ ويطبق، فكل شيء بيان عملي، أن الواحد يقدر يشوف شو الأشياء اللي يقدر يسويها. ويعني ثالثا أن الواحد يشرح طريقته بأسلوب بسيط جدا ويوصلها لأكبر عدد من المشاهدين بعناوين مؤثرة، عناوين مؤثرة كل واحد حسب لهجته أو أن المنطقة اللي هو يحتاج ينشر فيها هذا الفيديو. الآن نبدأ أول خطوة، شو تحتاج أنك تعملها على أساس أنك تبدأ في مشوار الربح من اليوتيوب. في البداية تحتاج أن تكون عندك فكرة معينة كيف أنك أنت تنشئ قناة، شو تخصص هاي القناة، هل أنك أنت بتكون متخصص في الرياضة، في الميكانيكا، في التدريس، في العلوم، في الصناعة، في مجال الطبخ، مجال البيت، مجال الأثاث، مجال البناء. المهم أن تكون عندك فكرة معينة أنت مبدع فيها بشكل احترافي، يعني تتفاوت المستويات. فمو بشرط أنك أنت تكون أفضل واحد في هالمجال هذا، ولكن عندك فكرة معينة أنت متقن لها بطريقتك الخاصة، تقدر تنفذها وتقدر تقدمها كمحتوى للناس. كيف تكون مبدع في قناتك؟ هل أنت على سبيل المثال تقدر تبدع في فكرة معينة، مثلا في مثلا خلنا نقول في البناء، أو أنت أصلا عندك شركة بناء؟ هذا الفرق، يعني في أنت عندك شركة أصلا متخصصة في البناء، وأنت تصور المهندسين وتصور العمال والسوبرفايزر المشتريات والتنفيذ التخطيط والأمور هذه. هذه فكرة معينة، أنت صاحب شركة تريد أنك تنشر فيديوهات في اليوتيوب. أو هل أنت دكتورة مثلا في مجال معين، تصورين شروحات عن الأمراض مثلا، أو هل أنت تجيبين دكتورة تشرح وأنت تصورينها؟ هذا بعد نقطة ثانية. هل أنت مدرس تنشر فيديوهاتك التعليمية للطلاب، أو أنت طالب تصور المدرس وهو يشرح وبعدين تقوم تنشر من خلال قناتك هذا الدرس أو الشرح عن مادة معينة؟ هل أنت إنسان ميكانيكي تصلح السيارات، أو مبرمج تبرمج السيارات بنفسك، أو أنت تصور واحد وياه وبرمج لك السيارة وتكلمت وياه وشرح لك طريقة البرمجة أو شرح لك طريقة تصليح السيارة؟ فيا أنك أنت تكون محترف في شغله، والمعروف عن اليوتيوبر أنهم بارعين في الشيء اللي يقدمونه. يعني واحد عنده قناة بارع في الأشياء اللي هو، أو محترف في الأشياء اللي هو قاعد يسويها، أو أنك أنت تجيب واحد محترف وتصوره. ففهمتوا الفكرة؟ يعني يا أنك أنت تكون محترف، أو أنك تجيب لك واحد ثاني محترف تصوره وتنشر من خلال قناتك. طبعا تحتاج عدة مهارات لإنجاح قناتك في اليوتيوب. أول شيء إنه لازم تكون فكرة دارجة عند الناس، ما تجيب أشياء غريبة جدا ما لها جمهور. يعني يجب إنك تختار الجمهور أو تختار الفكرة اللي أنت تحب تطرحها على مشاهدين اليوتيوب. أيضا لازم يكون عندك مهارات في التصوير. الآن الحمد لله رب العالمين الهواتف المتحركة مثل سامسونج وآيفون وعدة، يعني عدة براندات، ما في شيء معين، تصويرها جدا ممتاز. في كاميرات طبعا الجو برو والكانون والأمور هذه، بعد يعني متخصصة في التصوير وتقدم لك فيديو ممتاز جدا. تحتاج ايضا تكون عندك مهارات حتى الويندوز 10 الان تقدر انك تضبط فيها الفيديوهات وتكتب كلام وانيميشن والامور هذه موجودة في الويندوز 10 نفسها. ايضا تحتاج انك كيف تنشر قناتك على اساس انك تحقق ارباح اكثر،
وتحقق مشاهدات أعلى. يعني أنا مستعد إني أساعد أي واحد يحب ينشر قناته في أي دولة، ما عندي أي مشكلة، ممكن أساعد الناس إن شاء الله. بس تواصل معاي على الإيميل، تواصلوا معي على الإيميل، بحط لكم إيميلي ورقم الواتساب. تواصلوا معي بنشر لكم قنواتكم على يعني على شريحة كبيرة إن شاء الله من المتلقيين إن شاء الله. فمهارات بسيطة جدا، بس أهم شيء إنه يكون المحتوى ممتاز وتستمر في الإبداع، وبتلاقي قناتك إن شاء الله وصلت لعدد كبير أنت ما تتخيل كم عندك مشاهدات وكم عندك متابعين. تحتاج إنك لزيادة عدد مشاهدينك ونشر قناتك أيضا وزيادة عدد المتابعين إنك تحط كلمات يسمونها كيورد، على أساس إن الواحد لما يبحث عن شيء معين يطلع على الفيديو اللي أنت حاطنه. تحتاج تحط عناوين للفيديو اللي بتنشرها تكون عناوين تجذب الناس، يعني مثلا ما تكتب مثلا والله رحلتي إلى أوروبا، يعني عفوا بس أنت مش معروف يعني، أو عندك مش مثلا مليون متابع لنا بيشوف الفيديو مالك هذا، لكن مثلا يعني تكتب كيف تسافر إلى أوروبا، الطريق مثلا من الإمارات إلى ألمانيا، طريقة السفر من السعودية إلى مثلا فيينا مثلا بالسيارة أو بالطائرة، أو يعني عناوين تكون جدا ممتازة. أيضا تحتاج إنك تحط واجهة العنوان، واجهة الفيديو، صورة تشد الناس، يعني شيء ممتع أو شيء الناس تشوف الفيديو هذا على طول تدخل على أساس إنها تشيك شو المحتوى. ودائما محتوى الفيديو هو مثل ما يقولون اللعبة كلها فيه، يعني كل ما كان المحتوى ممتاز كل ما زادت المشاهدات. لنجاح فيديوهاتك في اليوتيوب يجب أنك تتبع استراتيجية معينة في طريقة إعداد وإخراج مونتاج الفيديوهات. يجب أن الفيديو يكون بشكل مؤثر، يكون منظم نوعا ما، يكون الريزوليوشن ماله عالي جدا، مثلا أنه يكون 4K أو أنه Full HD، على أساس أنه لما الواحد بيشوفه يكون واضح. إذا ما كنت تعرف طريقة أنك تسوي مونتاج أو إخراج الفيديوهات أو تضبيط الفيديوهات هاي بشكل معين، يجب أنك تتفق مع يا أنك تتفق مع شركة معينة أو استوديو معين أو شخص معين بارت تايم يشتغل عندك وقت مستقطع، يضبط لك الفيديوهات وتتفق وياه على مبلغ معين. يعني مثلا كل فيديو مثلا 50 درهم أو 100 درهم أو يعني whatever، يعني مهما كان المبلغ، كل مجموعة 10 فيديوهات، كل 5 فيديوهات مثلا 100 دولار، تتفق وياه بطريقة معينة على أساس أنها تكون هاي الفيديوهات ملك لك ولقناتك، ويكون عليها ووتر مارك، يعني أنه يكون عندك علامة مميزة، أو مثل الفيديوهات اللي عندي أنا ذا بروفيشنال سلطان تشوفها مكتوبة فوق على يدك اليمين، أو أنه يكون عندك لوجو معين تحطه على أساس أنه يكون هذا الفيديو كماركة تجارية لك أنت ويصبح ملكك. يعني هذا مثلا الاستوديو أو شخص معين عمل لك المونتاج وعمل لك الإخراج والفيديو وضبط لك إياه وأعطاك إياه مقابل مبلغ معين عن أتعابه، وأصبح الفيديو ملك كامل لك، ترفعه على الإنترنت، ممكن إنه يكون يفجر الدنيا وتكون مشاهداته بالملايين وتكسب منه ملايين. يجب إنك تستثمر في قناتك في اليوتيوب بشكل صحيح وبشكل ممتاز ودقيق، لأن هذا بيكون مصدر ربح لك إن شاء الله، وبتربح ملايين الدولارات من اليوتيوب. بس يجب إنك تصرف بطريقة معينة،
أشرح لكم بطريقة بسيطة جدا أن كيف الواحد يحسب مصاريفه أو تكاليف اللي راح يصرفها على قناته في اليوتيوب. أنت ممكن أنك تبدأ قناتك في اليوتيوب، ولكن يجب أول شيء أنك توصل 1000 مشاهد وعدد من مشاهدات من الساعات. كل ما كان عندك فيديوهات أكثر، كل ما كان فرصتك لاختصار هذه المدة الزمنية أفضل. فلما يكون عندك 1000 مشاهد تبدأ أنت تكون يوتيوبر معتمد جدا، وتقدر تنزل إعلانات على قناتك في اليوتيوب. فلازم أنك أنت تحط بجت معين أو ميزانية معينة أنك تصرفها على القناة هذه، من شراء المعدات، مثلا أنك تأخذ لك كمبيوتر ديسكتوب أو لابتوب، أو تأخذ لك موبايل اللي يصور بطريقة ممتازة، أو كاميرات تصوير، أو أن تصرف على إخراج ومونتاج الفيديوهات، أو أنك تصرف على الدعاية والإعلان عن قناتك. فيجب انك انت تحط بجت معين تصرفها بطريقة صحيحة. مثلا ما يجي واحد يقول لك والله انا بسوي لك فيديو وباخذ عليك 5000 درهم، هذا مبلغ جدا خيالي ومبالغ فيه. يعني انت تصور، او ان حد يصور لك وينتج لك وكل شيء، بس تكون شايف كذا اوبشن او كذا خيار انك تشوف اللي يناسبك. ما تروح دائما واحد يقول لك والله انا أعلن لك عن قناتك وفي كل دول العالم وعطني 100,000 درهم. طبعا هذا كلام، يجب أنك تشوف آراء ثانية وفرص ثانية للإعلان، ولكن يجب أنك تتأكد أنه كيف بيوصل على الإعلان هذا، أو أن تتأكد أن هذا كيف يسوي لك فيديوهات جدا مميزة وبمبلغ معقول جدا. ممكن جدا انك تبدأ انت بدون اصلا ميزانية، او بدون انك يعني تخليها على البركة وتشتغل بمجهودك الشخصي. مو بشرط انك انت تحط ميزانية معينة، مثلا 10,000 درهم او 5,000 درهم او 100,000 درهم. ممكن جدا انك انت تشتغل بمجهودك ومعرفتك وخبرتك. فكل ما ضبطت امورك ونشرت فيديوهات صحيحة، بتكون فرصتك اكبر. بس الدعاية والإعلان والعمل المنظم يختصر لك هذا الهدف، يختصر لك هذا الهدف. ممكن جدا أنت تشتغل بنفسك تم 2 3 سنوات إلى أن توصل 1000 مشاهد، وممكن تشتغل بطريقة احترافية ومساعدة ناس محترفين توصل خلال شهر أو حتى أقل من ذلك. الفكرة الآن أن كل واحد ممكن جدا أنه يعمل له قناة على اليوتيوب، ويبدأ ينزل قناة خاصة على اليوتيوب، يبدأ ينزل فيديوهات وينشرها على العالم، أو أنه يفتح له حساب في الانستغرام أو سناب شات أو أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن الهدف أنه يستغل هذا الشيء بطريقة صحيحة جدا وبطريقة مثمرة. لأن الواحد منا، أو في ناس كثيرين، يمكن أن يوميا يقعد على الإنترنت مش أقل عن 8 ساعات أو 10 ساعات. فالوقت هذا كله يجب أن يستغله بطريقة مفيدة، ويبدأ يربح ويستثمر وقته اللي يقضيه على الموبايل أو على اللابتوب أو على التلفزيون أو أي وسيلة من هذه الوسائل. عدد المشاهدات تترجم مع الشركات بأن هذا هو استثمار للوقت. فأنت الوقت هذا اللي قاعد تقضيه أمام اليوتيوب، يقوموا ينزلوا لك إعلانات. أصلا هذه الإعلانات مدفوعة من شركات معينة، فهذا هم يستثمرون عرض الإعلانات عليك أنت، لأنك أنت قاعد تطالع اليوتيوب. فأنت ممكن نفس الطريقة تسوي، تنزل محتوى مطلوب ومحتوى سواء يعني سواء كان بالنسبة لناس جيد وناس هذا المحتوى مش مقبول، ولكن هو في النهاية محتوى يمثلك أنت، و يمثل شريحة من الناس اللي هم يشدهم
وعلى أساس إنه يشاهدون هذا المحتوى. الشيء الملفت للنظر أن مثلا وأنت قاعد ماسك الموبايل، الإعلانات أو إن الفيديوهات هي اللي بتيك، أنت ما تحتاج إنك تدور وتروح يمين ويسار. كل ما نزل خبر معين أو فيديو جديد أو أنت سبسكرايب لقناة معينة أو لقناتي مثلا ونزلت فيديو، على طول يجيك تنبيه أن سلطان نزل فيديو جديد ويعرض لك أن الفيديو خلاص، أنت تسوي كليك، مجرد أنك تسوي كليك ينعرض عليك الفيديو. يعني أنا ما أحتاج أني أخبرك أني أنا راح أنشر فيديو، أو أن مثلا فلان من الناس في أمريكا نشر فيديو معين حاليا، فأنت على طول يجيك تنبيه. كل ما كنت ماسك الموبايل على طول يجيك تنبيهات أن في فيديوهات جديدة، أو حتى مثلا أنت كنت نايم وصحيت الصبح وتحصل إشعارات أن في فيديو نزل فتروح تشوف الفيديو، فهذا جدا ممتاز وجدا مؤثر لنشر القنوات أو نشر محتوى فيديوهاتك. أكثر الفيديوهات انتشارا محتوى الترفيه، أغاني، رسومات معينة، ألعاب جديدة، يعني المهم إنه يكون محتوى ترفيه. أو أكثر الفيديوهات انتشارا أيضا إنك أنت تبحث كيف أستطيع أن أحقق مثلا ربح، كيف أستطيع أن يعني أبني شيء معين، كيف أستطيع أن أصلح هذا العطل مثلا، كيف عمل مثلا رزنامة بشكل جيد، كيف عمل يعني أي شيء أنت تحب أنك تبحث عنه، يعني أنك كيف أستطيع أو كيف عمل أو كيف طريقة أو طريقة إنشاء، طريقة عمل، طريقة هذا يعني يكون عنوان رئيسي للفيديو على أساس أنك أنت تحقق مشاهدات أكثر. الآن نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في طريقة إنشاء وطريقة الربح من القنوات على اليوتيوب. تابعوني على قناتي، يسعدني ويشرفني اشتراككم في القناة، وإن شاء الله بنزل لكم فيديوهات تفصيلية عن الخطوات، طريقة تفعيل الإعلانات، طريقة تفعيل القناة بشكل تجاري، وإن شاء الله معاكم خطوة بخطوة إلى أن تحققوا الربح من قنواتكم في اليوتيوب. شكرا.